بقى فلوج مختلف تماما، ده عن الصيد. طالعين رحلة صيد 4 أيام في جنوب مصر، ده في حتة اسمها راس بناس. راس بناس دي قبل شلاتين كده على طول، بنطلعها من مينا اسمها حماطة، ننزل بالمركب على الحتة دي. نتفرجوا على الفلوج ده عشان ده مختلف في سكة تانية في مصر. تعالوا بقى كده، وصلنا المركب حماطة، تعالوا نفرجكم المركب كده ايه شكله بيعمل ازاي. راكب اسمه ابو هشيمة حماطة مع الريس علي فكرة. ده شيء مهم جدا من العارفين، المركب دي لذيذة، اللي فيها شوية اوبشنز انا اول مرة اركبها. حاجة اسمها محيا هنشوفه بقى في الفيديو بعدين. ده المطبخ، بيبقى عندنا حمام عادي خالص، وبعد كده هنا ده الريسبشن بتاعنا. اوكي، نبقى معانا ايه الرجالة لسه ما ركبتش، يا دوبك ايه راس جوه. ونيجي بقى ايه ننزل تحت دي اوض، عندك هنا في اوضة يا سنايمة جوه هنا، هيوريك شكل أوضة مثلا، يعني أوضة مثلا فيها 4 سراير، يعني سرير، بس دي كده تعتبر المركب. عندك أوضة، حمام، أوضة فيها 4 سراير، أوضة فيها 4 سراير، بره وبس كده. فترة من فترات الصيد هي الجرد، الفترة دي عادة أحلى وقت فيها الفجر، فده يوم بنبتدي من أوله خالص بالفجر. تعالوا نتفرجوا ايه الجر ده بقى. ده بيبقى المكن بتاع الجر، ويركب في حاجه اسمها رفلات. الرفلات دي بتبقى بتجري ورا المركب، ودي بتبقى التارجت. كل واحده من دول بتبقى ليها بتنزل على دبت معين، بتبقى بتارجت سمك معين حسب الجو اللي انت فيه، حسب الوقت، حسب الكلام ده، وكل شكل دي حاجه. فبقول ده جر. فنبتدي ايه اليوم ده جر. ده بقى ايه؟ جر لكع. الله اكبر، جناية عيب عليك. الله عليك. غالبا اي اكسبكت رقايا شغالين يا فندم. دي بقى السبحة، ده برضو نفس نوع الجر او الفكرة بتاعت الجر اللي هي بتاعت المكن، بس دي البلدي بتترجم حاجات تانية. تمام، دي بتبقى فقرة من فقرات اليوم برضو. يعني شايفين اللاين اللي ماشي ده نازل تحت، اتفرجوا عليه كمان شوية كده ايه ربنا يكرم، اتفرجوا عليها بتطلع ازاي والسمكة مش هتعمل ازاي. اعمل رأسة تلسي يا عم. لا في رأسة تلسي دي بقى فقرة تانية، ده مكان كهرباء، ده بينزل اغزار. اوكي، احنا دلوقتي مش نازلين عمق جامد قوي. في ناس تقول اكيد ده اغزار ويا جماعه طب فين السر ومتعه السيد. لا، بس المتعه برضه في الاكسبلورنج، ايه السمك اللي تحت في اعماق انت ما فيش تعرف تنزلها بايدك. ده نمبر 1. نمبر 2،
ان دي ساعات كتير قوي برضو انت بتكمل انت يعني ليها دراع انت بتكمل مليون. فتعالوا نتفرج على بعض الاكسبيرينس دي انا في لسه بجربها لاول مره بس شفت لها بجد يعني. بصوا انا مثلا شكل التطعيمه بتاعتها هي فيها كذا سن تقل كبير جدا وبعد كده هنا دي لمبه عشان لما تنزل تحت بس كده ده شكل المكنه بقى شويه زراير وبتقيس لك العمق انت نازل عليه عندك كده 97 متر ده مش رقم كبير المكنه بتنزل 300 وارقام تانيه خالص يعني بس يعني ده الرقم اللي احنا مثلا نازلين عليه دلوقتي. شريف شريف هو عيد شريف هو بس عم بيحصل دي دماغي بورشن كبير ده كابتن ايدي اهو دي دماغها ده اللي حصل فيها وهي طالعه بياضة مع الصيادرة مع الصيادرة بس ايه بقى كده؟ عجب بالليل بقى كيف يبقى كلام من ده؟ بصوا اللي طلع عقوق متعلق هذا يسمى الشركس مش الشركس سمع؟ اهو هذا هو الشركوش من هو بالليل بقى في منه كتير بقى ايه وادي هو في واحد تاني اهو بصوا ادي واحد تاني اللي هو دي قعدة الليل بقى يعني تبقى ايدي فاضي اعرف اصور اللاين بتاعك ماشي مش مشكلة نكتشف بقى منه في ايه الكريم الله صلي 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 حلو حلو الكلام ده حلو الكلام بس تجيب تجيب اوه ريمورا ريمورا الحمد لله مشكلة كده كده مش سامبي حاجة مش سامبي حاجة والعروق يتتألق دائما لا أبو. بص ده الحبوب فيه بتاع السمك عم اسماعيل الكروسون عم نونو الجبار شوف الرصه اللي بتبقى فوق جربت هوبا الله اكبر هوبا شعوره حلوه الله اكبر الله اكبر الله اكبر تعال تعال لف 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 دي الشعور هذه هي الشعورة سألونها دي كده تبقى الطلعة خلصت دي بتبقى الحصيلة دي رصة معلمين بقى يعني المعلمين في المراكب هم بقى اللي بيرصوا البحرية هم اللي بيرصوا دي كلوشة السمعة ودي رجالتنا بقى اللي معانا تمام بصوا دي الحصيلة كلها معظمها جر يعني معظم الحاجات الكبيرة دي جر مع التونة مع الدراك مع البركودات مع شوية حاجات الحمد لله رح بس بسلامة.